السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام متابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل كمية كبيرة بكمية دقيق بسيطة، يعني ب3 كوبايات ممكن يكون من الدقيق هتعمل لك ما شاء الله ممكن تعمل 30 قطعة من الجاتو. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 1/4 كوباية من المية، 1/4 كوباية من النشا، 1/4 كوباية من الدقيق، ومعايا 1/2 كوباية من السكر انا حطيتها، وهحط عليها 1/4 كوباية من المية، وهكتب ده كله في صندوق الوصف. معلقة مليانة من المحسن الجل، تمام، ومعايا رشة من البانيليا، 1/4 كوباية من الدقيق، 1/4 كوباية من النشا، ومعلقة من الخل. هكتب ده كله في صندوق الوصف عشان لو انا نسيت اقول لكم حاجة يعني. ومعلقة مليانة من البيكنج باودر. هضرب المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما يتضاعف حجمه وطبعا يتماسك ويفتح اللون لمدة 7 دقايق متواصلة. هضربه بالشكل ده لمدة 7 دقايق، وبعد كده هنشوف القوام المطلوب. هنعمل كمية كبيرة يعني بدقيق اقل، يعني ممكن يكون 3 كوبايات من الدقيق، او يعني ممكن يكون كمان 2.5 كوباية من الدقيق، هتعمل لنا ما شاء الله كمية حلوة جدا. وطبعا يعني انا هقول لكم بقى بعدين. معايا هنا صاج 30 في 40، وادي قوام الخليط بتاعي متماسك بالشكل ده لونه فاتح، والصاج هنا 30 في 40. عملته بطنته بورق زبدة او بورق كراسة يعني المتواجد، وهنزل عليه بالشكل ده، وهساوي السطح بتاعه عشان يطلع متساوي معايا الديسك. هبدأ اوزع الخليط بقى بتاعي بالشكل ده، وبعد ما وزعه بالشكل ده لازم نسويه بالتساوي عشان ما يطلعش حتة عالية وحتة نازلة. وبعد كده هنحطه في الفرن لمدة 10 دقايق على درجة حرارة 180. هيطلع معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، لونه فاتح وطري وهش. عملت طبعا ديسكين بنفس المقدار، عملت ديسك ونفس مقدار تاني عملت ديسك تاني بالشكل ده. وبعد كده هسيبه واركنه على جنب لغاية ما اعمل الديسكات اللي بالكاكاو. هعمل ديسكين برضك بالكاكاو عشان عاوزين نعمل كمية كبيرة من الجاتو. مقادير بقى الديسك اللي بالكاكاو، معايا 3 بيضات بالشكل ده، معايا رشة من الملح، 1/4 كوباية من الدقيق على 1/4 كوباية من الكاكاو، يعني 1 كوباية كاملة كاكاو على دقيق، 1/4 كوباية من النشا، معلقة محسن جل، 1/4 كوباية من المية، 1/2 كوباية سكر، ونص معلقة من البيكنج باودر. وادي البانيليا حطيتها، وبعدين هندخل بقى الدقيق مع الكاكاو مع النشا، عشان طبعا اللي عندي الكاكاو طبعا بيكون فيه تكتلات. هبدأ بقى انخل كده بالشكل ده، ودي التكتلات بتاعتنا اهي اللي بتطلع من الكاكاو. وبعد كده هنخلطها لمدة 10 دقايق متواصلة او 7 دقايق، طبعا لما يتضاعف حجمها ويفتح لونه. وبعد كده هحضر صاج 30 في 40، وهبطنه بورق زبدة او ورق كراسة زي ما انتوا حابين. ونزلت بالخليط بالشكل ده، وهبدأ أسويه في الصاج.
اسويه كده بالشكل ده، وبعد كده هخبطه خبطتين اللي يطلع الهواء الزايد، وبعد كده هحطه في الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد لمدة 10 دقايق او 7 دقايق، طبعا كل واحد والفرن بتاعه. اما حاجة بعد 7 دقايق ممكن نختبره. تمام، وكده تبقى حضرنا الديسك الاولاني، وهحضر ديسك تاني تبقى معايا ديسكين من الكاكاو. وبعد كده هبدأ بقى بعد ما خرجوا وبردوا هبدأ بقى ايه اجهز الجاتو بتاعي. جبت مية بسكر عادي وهبدأ اسقي الديسك بتاعي بالشكل ده، وبعد كده حضرت كريمة، حضرت 2 كوباية من الكريمة على 2.5 كوباية مية مثلجة على 1 كوباية من السكر او 1.25 كوباية من السكر لو انتوا عاوزينه مظبوط. وهبدأ بقى افرد طبقة الكريمة بالشكل ده، الكمية بتاعت الجاتو اللي احنا عملنا 4 ديسكات من الجاتو ممكن تعمل معاكو يعني 30 قطعة ل 35 قطعة لو قطعتوها قطع، يعني ايه اللي هي الوسط يعني بترمي معانا كمية كبيرة جدا. فانتوا التقطيع بقى يرجع لحضراتكم. وهبدأ احط ديسك من الشوكولاتة بالشكل ده، ديسك الكاكاو تبقى ديسك فانيليا على ديسك كاكاو على ديسك فانيليا. وهبدأ اسقيه بالشربات الخفيف، وبعد كده هبدأ افرد الكريمة على طبقة الجاتو بتاعي. وبعد كده هحط ديسك الفانيليا. وادي ديسك الفانيليا بتاعي. ممكن نعمل 3 ديسكات وممكن نعمل 4 زي ما انتوا حابين. انا هعمل 3 بس، واحد فانيليا واحد كاكاو واحد فانيليا. وابدأ اسقيها بردك وافرد عليها الكريمة. وزي ما قلت لكم ممكن تقطعوا زي ما انتوا حابين، تقطعوا كميات كبيرة زي ما انتوا حابين، يعني هي ما شاء الله يعني متقطع كتير يعني، بس انا هقطعها قطع كبيرة عشان انا محتاجة القطع الكبيرة. فطبعا زي ما انتوا حابين هتعملوا الكمية دي هتقطع معاكم كمية كبيرة. هبدأ اسوي بس الوش كويس عشان يطلع مظبوط معايا، وبعد كده بخليها ترتاح لمدة ساعة في التلاجة، وهبدأ اقطعها واساوي الاطراف بالشكل ده. ما شاء الله هشة وطرية ازاي. هبدأ بس اساوي الاطراف بتاعتي بالشكل ده، وهمسح الطرنج وهحطه في مية سخنة وهمسحه بالشكل ده عشان يطلع مظبوط. فانا همسحه واغسله كويس وبعد كده هنشفه وبعد كده ارجع اقطع تاني. طبعا ده ما بترميش، ده بتاكل قبل اي حاجة يعني. ممكن نعمل بيه اي حاجة يعني من بواقي الكيك او مثلا الاولاد بياكلوه يعني مش بيخلوه. هبدأ بس ايه اظبط كده عشان اقدر ايه اقدر ان انا اقطعه مظبوط. طبعا انا بعمل بالنظر، وممكن يعني شفت انا عاملة هنا قطع كبيرة عشان انا محتاجة القطع الكبيرة محتاجاها يعني. فانتوا زي ما انتوا حابين تقطعوا بتقطعوا. وهنا عندي صوص شوكولاتة، هبدأ اعمل اول صف كده من الجاتو بصوص شوكولاتة، وهنا صوص فراولة اللي هو جيلو فراولة، وهبدأ اعمل الصف التاني بجيلو فراولة، وبعد كده
هبدأ حطيت شوية من صوص الشوكولاتة وهبدأ أعمل خطوط كده، يعني ايه على صوص الفراولة تكسر اللون، خطوط كده جنب بعضها. التزيين بقى ايه يرجع لحضراتكم زي ما انتوا حابين، بتفننوا بتفننوا وزي اللي متوفر عندنا برضه. وامسك كده الخلة الشيش وابدأ راحة جاية عليها تدي كده ايه الشكل ده، راحة جاية كده بالشكل ده. وبعد كده ابدأ اقطع ايه اقطع القطع اللي انا ايه محتاجاها. ما شاء الله قطعة كبيرة، المفروض تبقى تقل عن كده، بس اللي عاوزينها عاوزينها قطع كبيرة. فطبعا دوت يرجع ايه للذوق يعني واللي محتاج يعني، بس هي ما شاء الله قطعة كبيرة جدا، يعني ممكن القطعة دي يعني اللي انا قطعها ممكن تقطع قطعتين. وهنا عملت مثلثات بالشكل ده، واعمل على كل مثلث روزيتا، وهعمل على صوص الشوكولاتة هعمل روزيتات كده تكسر اللون. عملنا كمية كبيرة وبحاجات متوفرة وسهلة، ان شاء الله هيعجبكم. واعمل بالصوص اللي فاضل من الصوص الشوكولاتة اعمل كده ايه شكل زجزاجي. ده تنفع بقى في اعياد الميلاد في رأس السنة، وهيعمل كمية كبيرة وهتراضي مثلا كل الأسرة والحبايب. بس ونزين بقى زي ما احنا ايه حابين. وعندي هنا مربة حليب هبدأ اعمل روزيتات بيها بالشكل ده. وادي شكله النهائي، عملنا حاجة بسيطة وغير مكلفة وفرحنا حبايبنا. ويارب الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.